مشاركة طارق صالح في معارك تحرير البيضاء من الحوثيين، لنشاهد التفاصيل. كشف وضاح الدبيش المعتق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي عن انخراط قوات يقودها طارق محمد عبد الله صالح في العمليات العسكرية الدائرة ضد جماعة الحوثي في محافظة البيضاء. وقال وضاح الدبيش في منشور له على فيسبوك ان طارق صالح لم يتوانى وكان حاضرا وملبيا لنداء الواجب بدعمه السخي لابطال مقاومة الحميقان. ووضح ان العملية العسكرية التي انطلقت يوم الجمعة الماضية اثمرت عن تحرير اكثر من 40 كيلومتر من مناطق ومساحات شاسعة، منها قلب مدينة ومركز مديرية الزاهر بالكامل، وصولا الى اعتاب مديرية ديناء عين في تحرير موقع الجماجم وجبال حلموس الاستراتيجية المطل على اولى مناطق مديرية ديناء عين.